بعد 50 عاما من المقاطعة الاقتصادية، أضحت السيارات القديمة إحدى سمات شوارع العاصمة هافانا. انفراج العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة يعطي الكوبيين الأمل بتفعيل اقتصاد بلادهم. الناس يترقبون بشغف اللقاءات الدبلوماسية التي تجمع مؤخرا سياسي البلدين بعد قطيعة عقود. علينا أن لا ننسى أن كوبا والولايات المتحدة لم تلتقيا منذ زمن بعيد. اللقاء مسألة أساسية وستسهم في التطوير. ويقول رجل آخر من شوارع العاصمة هافانا: إنها علاقة جيدة لأن البلدين سيقومان بأشياء مفيدة تصب في مصلحة البلدين.